لعبها في ليفا احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. والكرة أهداف تحمل العديد من الأهداف والذكريات الجميلة في حقب مختلفة، سواء من عمر الرياضة الكويتية وحتى الخليجية، لن نكون بعيدين عن أحبتنا في دول مجلس التعاون الخليجي. مباريات لا زالت عالقة في الذهن في بطولات، سواء محلية أو بطولات خليجية أو بطولات أسيوية. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 20/10 عام 2000 بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم التقى منتخب قطر أمام منتخب اليابان، والمنتخب القطري كان يضم لاعب مميز ينقال عبد الناصر العبيدلي، لاعب ما شاء الله يلعب خط الوسط حرج، نقول بالعامية لاعب مجهود، لياقة بدنية عالية ما يوقف، وأيضا كان يسجل أهداف. والعنابي القطري كما تعرفون أنجب العديد من اللاعبين المميزين الذين لا يسقطون من الذاكرة. دائما نجوم القطر في خلال مرحلة الثمانينات، منتصف الثمانينات حتى الفترات الطويلة أيضا، كان لاعبين مميزين في عطائهم وأسماء كبيرة. عبد الناصر العبيدلي ماذا فعل؟ دعونا نشاهد. شاهدنا فرصة خطيرة ومحاولة جميلة جدا من عبد الناصر، والقائم الأيسر هو اللي تدخل وأنقذ كرة عبد الناصر وتسديدها حلوة، جول! برافو يا عبد الناصر، برافو يا عبد الناصر العبيدلي، يا سلام يا سلام، كرة جميلة جدا، كرة جميلة جدا، وكثر الدق فعلا فجأة الحام، ومحاولة جميلة جدا من عبد الناصر العبيدلي وتسديدة جميلة جدا، سدد تسديدات حلوة وجميلة جدا عبد الناصر العبيدلي في هذه المباراة. وشوف صعبة 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 على الحارس الياباني، ولو كان الحارس الأساسي أيضا موجود كاواغوتشي لكانت الكرة أيضا صعبة عليه، صعبة صعبة جدا، وتسديدة وقذيفة قطرية خليجية جميلة جدا باتجاه المرمى. إذن الآن الهدف الأول في المباراة، والمنتخب القطري الشقيق، كرة الأخيرة عن طريق أوكو، عن طريق أوكو. شفنا فرصة خطيرة، شايفين فرصة خطيرة فعلا، شفنا فرصة خطيرة جدا للمنتخب الياباني عن طريق أوكو، والعارضة القطرية تبعد وبتشيل هدف محقق، والكرة تلعب المنتخب الياباني، هذه جول جول جول، والهدف الياباني الآن، الهدف الياباني، إذن الهدف الياباني في هذه المباراة، وهدف التعادل، هدف التعادل للمنتخب الياباني، هدف التعادل لليابان، والهدف عن طريق اللاعب الخطير نيشيزاوا. شوف أيضا الكرة كانت من أونو، كانت من أونو لنيشيزاوا، ونيشيزاوا داخل المرمى، وهدف التعادل، هدف التعادل. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 20/10 عام 2000 في بطولة كأس أمم آسيا السعودية وأوزبكستان، والسعودية كان عندهم لاعب مميز ينقال محمد الشلهوب،
لاعب ما شاء الله تبارك الرحمن، لاعب خلق ومستوى. وايضا حكينا عن نواف التمياط، ايضا لاعب يعني لاعب مميز ولاعب كبير في عطائه. عندما يكون هؤلاء اللاعبين بهذا المنتخب بالأخضر السعودي، لا شك النتيجة ستكون ثقيلة للفريق الآخر. دعونا نشاهد رسالة من ادعي علي بافل، هذه رسالة بالإيميل، هذا جات سريعة سريعة، وصلت كرة ملعوبة لسامي الجابر، وسامي الجابر مرر ناحية اليمين وكرة ملعوبة وما في تسلل، سامي الجابر يعدي كم الجول، الجابر للعتيبي، والعتيبي يسجل أول هدف. شوف 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 أول هدف للعتيبي للمنتخب السعودي. فك الحام فك الحام فك الحام، والله يسار منك يا سامي. أيضا كرة ملعوبة حلوة، واللعب الأحلى إنه كسر التسلل، كسر التسلل، لحظة لعب الكرة كسر التسلل، شوف لما كسر التسلل وعد سامي ما لعبها بهدوء لي مرزوق اللي كملها طلال مشعل، وترجع مرة ثانية وسام الجابر وتمياط والدوخي ناحية اليمين، الدوخي ناحية اليمين، راح نشوفه بعد شوية الإعادة، وطلال مشعل، طلال يمر الكرة داخل منطقة النقل، جول الشلهوب، جول حلو حلو يا شلهوب، هدف ثاني، هدف ثاني في الدقيقة 35، الشلهوب الشلهوب اللي انولد بعام 80 1980، يعني 20 سنة هالولد، هالولد الحلو طوله 165 وزنه 65 ولعب كرة حلوة ويلعب لنادي الهلال السعودي ويسجل جول حلو 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 منك يا شلهوب. تنقطع ان شاء الله، حمزة راح يعني حرك الامور، حمزة وحمزة والكرة يستلمها، لعبها ناحية اليمين يلعبها الى طلال، وطلال مشعل لحمزة، حمزة لعبها حول هي نفسها هي نفسها، ولكن ترجع مرة ثانية لحمزة لحمزة لطلال، وتم يدخل بين اللاعبين وتنقل حكم السداد، الشلهوب الموهوب الموهوب، هذا اللاعب الموهوب هدية المنتخب السعودي في دورة آسيا للكرة السعودية، محمد الموهوب يسجل جول، محمد الموهوب يسجل جول الثالث، هدف ثالث في الدقيقة 78، توج مستواه يعني يعني أنا ما علي من اللجنة، هذا أحسن لاعب رضيته ولا على هواكم اليوم. إذن بالنسبة لمباراة قطر 1-1 مع اليابان، وكرة ملعوبة داخل منطقة موهوب، موهوب اليوم يومك يا موهوب، اليوم يومك يا موهوب، في الدقيقة 85 ونص، يلا دقيقة 86، دقيقة 86 الموهوب يسجل الهدف الرابع، هدف رابع الموهوب يسجل الهدف الرابع، محمد الموهوب يسجل الهدف الرابع للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي 4 المنتخب الأوزبكي لا شيء. شوف كرة حلوة قوية، هذه هدية هدية المنتخب السعودي لجمهوره اليوم، هذا اللاعب وجهه كرة ملعوبة تتمرر ناحية اليسار لكن تنقطع وترجع مرة ثانية ناحية اليمين، ملعوبة خلف المدافعين ويكمل وقوية، خامس الهدف الخامس، نواف التمياط، نواف التمياط، نواف التمياط مواليد 76، مواليد 76 من نادي الهلال السعودي، له 33 مباراة دولية إلى ما قبل هذه البطولة، يسجل الهدف الخامس، الهدف الخامس في الدقيقة 87 قبل نهاية هذا الشوط بثلاث دقائق، 5 أهداف، المنتخب السعودي، المنتخب السعودي يظهر كما هو معروف عنه، ويعني يبدأ في في عودة لمستواه ولاسمه.
يلعبوا جاسم يلعبوا أحبتنا في كل مكان. وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في أهداف حلقة اليوم بإذن الله تعالى، غدا إن شاء الله في أهداف جديدة. نشوفكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة. Wait!